اسمها نيتساح يهودا، وهي كتيبة متشددة في الجيش الإسرائيلي ومتهمة بارتكاب أفظع الجرائم بحق فلسطينيين، وتتلقى دعماً مالياً كبيراً بملايين الدولارات من منظمة أمريكية غير ربحية تعرف باسم أصدقاء نحال حريديم، وفق ما كشفه موقع ذا انترسبت الأمريكي. مدير المنظمة غير الربحية هو أحد أهم الداعمين والمانحين لمجموعة آيباك، وهي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية. فيما يعرف عن هذه المجموعة سعيها المتواصل للإطاحة بالمشرعين المنتقدين لإسرائيل ودعم حلفاء أقوياء مؤيدين بدلا منهم، وهو ما يلاقي معارضة كبيرة في الولايات المتحدة. بعض المجموعات التي نعتبرها خاضعة للعقوبات بسبب سلوكها في مجال حقوق الإنسان تحصل على نحو مماثل على إعفاءات ضريبية. إنه ببساطة شيء يجب أن ينتهي. كتيبة نيتساح يهودا كانت قد اشتهرت بأعمالها العنيفة وتورطها في جرائم كبيرة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة بالضفة الغربية، ما جعل الولايات المتحدة تلوح سابقا بفرض عقوبات عليها وحظرها من تلقي أي مساعدات أو أي دعم آخر. لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجع عن ذلك مؤخراً.